السلام عليكم متابعي قناة حكاية التاريخ. هل تزوجت السلطانة نعيمة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني بجلال الدين أشقدار لباشا؟ وكيف انتهت قصتهما؟ وهل تغادر المسلسل؟ إن كنت غير مشترك بعد بقناتنا فندعوك عزيزي المشاهد للاشتراك وكذا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديد نصدره. إن من بين أولى المبادئ والأهداف الشريرة التي جاءت بها السيدة شفيناز هانم للقصر هو ضرب عائلة السلطان عبد الحميد من الوسط وتفرقة أبنائه عنه وزعزعة استقرار أسرته للتأثير في حكمه وإنزاله عن العرش. ويبدو أن الأمر قد حدث تاريخيا، حيث هاجر أبناء السلطان كنعيمة وعبد القادر وغادروا العاصمة حتى قبل نهاية حكم عبد الحميد، وماتوا بعيدا في أماكن لم يعلم فيها بأمرهم أحد. من ذلك نستنتج أن نهاية السلطانة نعيمة بالمسلسل قد أقبلت، حيث من المرتقب أن تغادره مع نهاية الموسم حين زواجها من جلال الدين باشا أشقدارلي، وقد تكون تلك آخر مرة تظهر بها بالمسلسل، حيث غادرت العاصمة تاريخيا بعد زواجها ذاك. أما بخصوص جلال الدين باشا أشقدارلي فهو من أصول ألبانية، ولد عام 1874 وتوفي عام 1940، ومن المصادر من أرخت زواجه من السلطانة نعيمة عام 1904، وهي نفسها الفترة التي يعالجها المسلسل حاليا. أما عبد القادر قصته الكاملة وأين عاش وكيف مات سنتطرق إليها في الحلقة القادمة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.